يشكل الكرد جزءا أساسيا من النسيج السياسي والاجتماعي والاقتصادي السوري منذ زمن بعيد، وتمكنوا من تبوئ المناصب العليا في الدولة السورية الحديثة، حيث وصل 4 شخصيات كردية إلى منصب رئاسة سوريا، 2 منهم عن طريق الانقلاب العسكري. والرؤساء هم محمد علي العابد وحسني الزعيم وفوزي السلو وأديب الشيشك. فكيف كانت مسيرة حكم هؤلاء الرؤساء؟ محمد علي العابد، أول رئيس للجمهورية السورية في عهد الانتداب الفرنسي، وهو سليل هولو باشا الوالي الكردي المعروف على بلاد الشام وأمير الحج الشامي. ولد في دمشق عام 1867 ونشأ فيها، وانتخب في 30 نيسان أبريل سنة 1932 نائباً عن دمشق بصفته أحد مرشحي السلطة الفرنسية، واستمر في منصب رئاسة الجمهورية 4 سنوات و6 أشهر و10 أيام. وبعد أن استقال من منصبه عام 1936 غادر دمشق إلى باريس، حيث توفي فيها عام 1939، ثم نقل جثمانه إلى دمشق ليدفن في مسقط رأسه. الزعيم حسني الزعيم. تولى الزعيم حسني الزعيم رئاسة الجمهورية السورية الأولى عبر انقلاب آذار عام 1949، قبل أن يطاح به بانقلاب آب عام 1949، لتكون فترة حكمه قرابة 4 أشهر. وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية التي تولى فيها الزعيم السلطة، إلا أنها تركت علامة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، فقد جمع خلال المرحلة الأولى من حكمه بين رئاسة الدولة والحكومة والسلطة التشريعية، وأجرى انتخابات رئاسية أفضت لفوزه، وتمتع في الأيام الأولى من انقلابه بدعم شعبي واسع وتأييد معظم الطبقة السياسية السابقة، وذلك نتيجة لسلسلة الأزمات السياسية والركود الاقتصادي وفقدان الثقة بالنظام بعد هزيمة حرب عام 1948. الرئيس فوزي سلو. ولد الرئيس السوري فوزي سلو في دمشق عام 1905 وتوفي عام 1972. دخل المدرسة الحربية وتخرج منها برتبة ملازم عام 1924، ومن ثم ترفيعه إلى ملازم أول عام 1929، وإلى رتبة رئيس عام 1934، وجرى تعيينه على إثرها أستاذاً للتدريب في المدرسة الحربية. استلم مقاليد الحكم في الجمهورية السورية في 3 من كانون الأول عام 1951 إلى 11 من تموز عام 1953. درس في الكلية الحربية في حمص، والتحق بالقوات الخاصة الفرنسية التي أنشأت عندما فرضت فرنسا انتدابها على سوريا في شهر تموز من عام 1920. الرئيس أديب الشيشكلي. العقيد أديب بن حسن الشيشكلي ولد في حماة عام 1909 وتوفي في 27 سبتمبر عام 1964 في البرازيل. كان قائد الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ سوريا، الذي حدث في 19 من كانون الثاني عام 1949، وأصبح رئيساً بين عامي 1953 و1954، وكان ضابطاً سابقاً في الجيش السوري، استولى على السلطة على دفعات منذ عام 1951 وحتى عام 1954، وكان قبلها أحد العسكريين السوريين
الذين شاركوا في حرب عام 1948 وتأثر خلالها بأفكار الحزب السوري القومي الاجتماعي.